الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا معلمة تحفيظ متوسط، وقد وضعت من ضمن لجنة اختبار القبول لهذه السنة، وعلى أساس هذا الاختبار يعمل مفاضلة ويستبعد أكثر من ثلث الطالبات من التحفيظ، وهذا الاختبار يكون شفهيا ويكون فيه مجال للتفاوت وعدم العدل، كما أنه غير منضبط، وفي نفسي شك منه كبير، فماذا علي أن أفعل؟ وما الذي يستحب في حقي؟ وهل علي إثم؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أجمع العلماء على أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وكذلك قال العلماء: إن العبد إذا أمر بأمر فأتى منه ما استطاع فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بما يستطيعه من هذا الأمر، وما يعجز عن تحقيقه فالله عز وجل يغفر له خطأه ويغفر له تقصيره وزلله، بل يكتب له الأجر كاملا بنيته إذا كانت حسنة. فلما اختارك ولي الأمر لك أن تكوني من جملة هذه اللجنة التي تختبر الطالبات في مادة القرآن الكريم في قبولهن أو رفضهن في الالتحاق بهذه المرحلة أو المدرسة، فالواجب عليكن أن تتقين الله عز وجل ما استطعتن، وأن تجتهدن في تحقيق العدل بين الطالبات ما استطعتن إلى ذلك سبيلا، وأن تكون نيتكن نية إقامة العدل بين الطالبات، فإن العدل به إقامة السماوات والأرض، فلا يجوز المحاباة ولا المجاملة ولا الملاطفة ولا الواسطة في مثل هذا الأمر، لأنه أمر مبني على الكفاءة وعلى المنافسة وعلى تقديم الأكفأ، فلا يجوز دخول الشفاعات ولا الملاطفة ولا القرابة ولا أي اعتبارات أخرى، فإن الواجب عليكن العدل وتقوى الله عز وجل ما استطعتم، والعمل بغلبة الظن كاف في مثل ذلك. فبما أن الدرجة متوزعة على التلاوة وعلى الحفظ وعلى الترتيل وعلى المظهر الخارجي أو غيره، فكل ذلك يعمل على غلبة الظن وعلى تقوى الله وعلى الحرص على إقامة العدل، فإذا فاتكن شيء من ذلك فالله يغفر لكن ويتجاوز عنكن، ولا كفارة عليكن في شيء من ذلك أبدا، ما دمتن قد راعيتن العدل والتقوى واجتهدتن ما استطعتن وما هو داخل في وسعكن وطاقتكن، فلا حرج عليكن إن شاء الله عز وجل. ولكن لا يجوز دخول الواسطة أو الشفاعة أو مراعاة القريبة دون غيرها، أو مراعاة ذات الحسب والنسب دون غيرها، أو مراعاة بنت الغني دون غيرها، بل لا بد أن تجعلنا الطالبات جميعهن في منزلة واحدة ومرتبة واحدة وكأنهن نفس واحدة، فتقمنا الاختبار بينهن على أساس العدل بينهن ما استطعتن، وإذا تخلف شيء من العدل بسبب العجز عنه أو بسبب الغفلة أو بسبب الخطأ أو النسيان، فالله يتجاوز عن الخطأ ويتجاوز عن النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم.